السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز، ورجعت لكم يا شباب بالحلقه الثالثه من لعبه ديفيجن 2. لا تنسوا قبل ما نبدا تضغطوا زر لايك وسبسكرايب. والله يعطيكم العافيه شباب على دعمكم بالحلقات الماضيه. اتمنى شباب انكم توصلون دعمكم، وخلونا نكمل اللعبه الجميله هذه يا شباب بسم الله. طيب يا شباب، احنا دحين بالمقر الرئيسي بالبيت الابيض. باين يا شباب انه هنا عندنا شيء ضروري لازم نسويه، شايفين كيف؟ فكمان منها يا شباب نفتح مهارة جديدة. طبعا يا شباب انا يعني على وقفة الاخيرة، على ما سويت اي شيء جديد، فخلونا نشوف ايش بيصير. يا عميد، بفضل عملك اجرينا بعض التحسينات المهمة على قاعدة العمليات. استعدنا الوصول الى كاميرات المراقبة للمدينة، وقمنا بتحديث خرائط العاصمة في غرفة العمليات. تحتوي قاعة الطعام على معدات تحضير الطعام مع أماكن مريحة للجلوس، مكان لاسترخاء الموظفين يعزز الروح المعنوية. نحصل على الغذاء والماء والإمدادات الطبية، البعض منها سيبقى للتخزين، بعدها سيوزع الفائض على المدنيين المحتاجين. لا أصدق أن لدينا فائضا من أي شيء. يزدهر البيت الأبيض، واصل العمل الجيد. اوكي شباب، احنا طورنا اللي هو المقر الرئيسي. ما ادري صراحه شباب، بالجزء الماضي كان في الجناح الطبي والجناح التقني، تطورها هنا ما ادري صراحه في اشياء تطورها، انا ماني شايف صراحه اي شيء. خلونا الحين نروح لحق المهارات ذا. خلونا نفتح يا شباب اللي هو المدفع الرشاش. خلونا بس نشوف يا شباب، صراحه انا حتى الخليه عجبتني شويتين. القاذف الكيميائي صراحه ماني قاعد استخدمه صراحه يا شباب، ما هو عاجبني مره صراحه، اكون صريح معاكم. انا ايش فتحته؟ فتحت الطائرة الاليه. اوكي خلينا نشوف هنا ايش فيه. اوه لا لا، هذه ما عجبتني مره. خلاص المدفع الرشاش هو، انا اكيد صراحه شباب من كل قسم اقل شيء راح افتح شيء، عارفين كيف؟ فراح نفتح اللي هو المدفع الرشاش. وكان عندي مهاره واحده متاكد. ما معايا، كيف كذا؟ طب انا ختمت مهمة اخر مرة يا شباب. والله صراحة شباب ما ادري ليش ما يمدي افتحها. خلينا نشوف هنا، هذا تقريبا مداني افتحها لو ابغى يا شباب. اوكي، خلينا نجي للقسم ده يا شباب، صراحة جدا مهم اللي هو يعني صحتنا تكون اقوى، فراح نفتحها يعني الليفل الثالث. اوكي الحمد لله. خلونا كمان نفتح يا شباب اللي هي اعتقد الشنطة، ممكن يصير المخزون حقنا والذخيرة حقتنا اعلى. اوكي حلو، ايش عندنا كمان؟ صراحة بان عليها كمان مهمة، الرصاص هنا ممكن يكون اعلى، اكيد راح افتح لي اقل شيء واحده. اوكي تمام، ايش عندنا كمان؟ اوكي هنا ما في شيء اعتقد يا شباب، بدنا نفتح اشياء زياده يعني لو ابغى. خلاص القسم ذا تقريبا فتحناه، او ممكن باقي لنا واحده بس نفتح على اخر شيء اللي هو حق الدرع. خلينا نفتحه. اوكي خلاص باين فتحنا على اعلى شيء، صراحة جدا مهمة يا شباب. اوكي خلونا نخلي المخزون نفتح حبة كمان. طيب خلاص ان شاء الله كده تمام. مهارات صراحة يا شباب انا اعرف ان كل مهمة تختمها رئيسية تجيك مهارة، صراحة ما ادري ليش يا شباب، يعني ابدا ما بدنا نفتح شيء وما جاتنا اي مهارة جديدة. طيب هنشوف يا شباب في اشياء بدنا نشتريها. طيب يا شباب عندنا هنا شنطة، والله صراحة شباب ما يمدي لي يعني اشتري اي شيء. خلونا نحاول ابيع اشياء قديمة. اوكي ايش عندنا كمان؟ تقريبا اي شيء بالمستوى الاول راح ابيعه على طول. الرشاش ذا صراحة يعني كان طيب ما كان سيء، بس لكن خلاص خلونا نبيعه. بالتأكيد بالمستوى الأول. إعادة شراء؟ لا لا ليش إعادة شراء؟ أوكي لو أبغى أشتري شيء ما مداني. خلاص خلاص خلونا نكمل.
طيب انا لازم اطلع فوق يا شباب، خلينا نشوف ايش عندهم. إن لم أحصل على مزيد من القطع فلن أنهي خريطتي، مستحيل. حسنا يا ماني. تبا، عندما كان المأمور مشغولا بتشغيل آيزك كنت أقتحم الأبواب. توصلت لشيء؟ بعض الكلمات البذيئة. أي شيء مفيد؟ أنا أعرف أين أرسل للعلاج. العاصمة؟ لن نتجاوز الدفاعات. ليس بعد، بإعادة الاتصال بالأقمار الصناعية والاتصال بمحطة SHD سنعود إلى قوتنا، سنستعد. حسنا، نعرف الآن أن الرئيس أليس نجا من الحادث ومحتجز، هو لدى فصيلة يجب أن يكون لتحديد موقعه أولوية. قد يقع تفش كبير آخر في أي وقت، لسنا بحاجة إلى السياسيين، نحن بحاجة إلى العلاج. نحتاجه للوصول إليه، سيكون في مكان آمن. حسنا، لنرى ما سنفعل. هل يجب أن أشعر بالإطراء أو بالإهانة؟ أوكي يا شباب، هي راح تصير مهمات جديدة، 8 من المهام الجديدة. إن شاء الله تكون في واحدة أقلها يعني قريبة من الليفل حقنا، إحنا بالليفل الرابع. فإن شاء الله يا شباب يعني يكون عندنا مهمة أقلها واحدة قريبة من الليفل حقنا. صراحة 8 مرة كثير. طيب يا شباب، اللي فتحتنا تقريبا اغلبها مهمات، هذه مهمة اساسية. هناك تشويش، نحتاج الامر الى ايام. ليفل 24، امزح معاكم انا. وكذا كلها مهمات جانبية، صراحة ما راح اركز على المهمات الجانبية بشكل كبير. اوكي، هذه مهمة من المهمات الاساسية والليفل حقها 8 صراحة. هذه تقريبا انا شفتها يا شباب، هذه 6 ان شاء الله راح نقدر عليها، واحنا باربعة فان شاء الله ما راح تكون مرة صعبة. يعني تقريبا هي اقرب واحدة. ممكن الصراحة يا شباب يعني نسوي حلقة كاملة عن المهمات الجانبية، فالصراحة يا شباب ما ادري اشوف كيف الوضع انا بالضبط، فممكن الحلقة القادمة يعني انه نقعد نلعب بس مهمات جانبية. تم رصد جهاز الكتروني. خلينا ناخذ ذا. تم رصد جهاز متنقل. طيب يا شباب الحين خلونا نشوف اللي هو الملابس، ما ادري اضيف لها شيء جديد. اوكي خلونا نحط اللبس ذا، ما حطيته اول. اوكي قبعة، كل اللي عندنا واحدة بس. انا اعتقد اني اخذت اشياء جديدة المرة الماضية. اوكي خلاص كذا ان شاء الله تمام. خلوني يا شباب كمان اشوف ايش في عندنا هنا. اوكي هذه المهمات والاشياء ذي، اعتقد الدرع يا شباب ما ادري ممكن اضيف شيء. خلوني بس اروح جهة اللي هو الاسلحة، بانه جاتنا اسلحة جديدة. اوكي هي هذه الاسلحة اللي انا كنت قاعد استخدمها الحلقة الماضية اعتقد ذا. انا كنت استخدم اللي هو ايوه كنت استخدم البندقية يا شباب، كنت استخدم الرشاش ذا صراحة، كلهم اثنين كانوا طيبين. جانا سلاح ذا صراحة، يعني عاد التلقيم عنده مرة سريعة، او باين يطلق بشكل مرة كبير. بس لكن المشكلة انه يا شباب الضرر حقه ما هو مرة كبير صراحة، الرشاشين هذا البندقية ذي والرشاش ذا صراحة يا شباب يعني مرة كانوا عاجبين بشكل كبير. الرشاش ذا تقريبا مستوى اعلى، لا والله مرة مو أعلى، هذا من الليفل الثالث. أوكي الشاتجن صراحة يعني ما أبغى أستخدمه يا شباب. خلينا نشوف هنا بدنا نضيف شيء جديد. أوكي خلينا نحط كل شيء جديد. الدرع. أوكي خلاص إن شاء الله إحنا كده تمام. اخر شيء بس ذا. طيب المهارات خلاص، المهارات حقتنا نفسها. خلونا الحين يا شباب نروح لمهمتنا الرئيسية اللي اعتقد راح تكون يعني اعلى مننا بليفلين، يعني حتكون هي بالليفل السادس،
واحنا يا شباب راح بالليفل الرابع، يعني ما راح تكون سهلة بس ان ألو شاء جريج، الله راح نقدر صوت عليها. على السطح بالقرب من جهة. ربما نتمكن من اوكي شباب، هذه المهمة حركة بس على لكن على السطح طريقنا ان بالقرب شاء من جهة الله. فيلا. ربما راح نفتح المهمة، راح نفتح البيت ذا عشان يجيب لنا بعدين كمان اللي هو السفر السريع. خلونا احنا شباب نروح جهة البيت ذاك. اوكي شباب وصلنا البيت الحمد لله، هذا هو الحمد لله، يعني تقريبا ما واجهت اللي يمكن مش مع واحد من الاعداء، احنا ما كانوا مرة الحمد لله صعبين. ويلك ويلك، طيب طب عندنا اثنين هنا، ثلاثة هنا. طب خلينا بالبداية نقتل ده. حلو حلو، هذا قتلناه، بقى اثنين بس. طيب عندنا اثنين هنا، لا يا حق القراب الله ياخذك. أشعر أنني مكشوف هنا. طيب خلينا نقتل حق القنابل، عشك 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 سريع، خرب بيت ابوه مجين عند البيت. طبق بالسنة وحق القنابل، اطلع اطلع انا مخيس، اطلع على فين على فين، مطرح مكان. اوكي نهايته الحمد لله. طيب هذا هو البيت الامن، ندخل صار خلاص يا شباب بدنا نسوي سفر سريع، اعتقد ان قريبين مره من مهمتنا الرئيسيه. بسبب الضباب في ادمان المدنيين على عقار سبايس، سيطروا على المنطقه هكذا، ستساعدك هذه المعلومه على استعاده المنطقه. قضى اوكي الناس هنا عندنا ايام كمان عصيبه، حماياتك لهم ستحدث فارقا كبيرا. رصد صندوق اس اتش دي. اوكي الصندوق ده مره طيب اللي اس اتش دي، مدري فين بصراحه، دايما تلاقي فيه اشياء طيبة. اوكي هنا في شيء، هذا هذا والله شوف بصراحة ما ادري محطة البحث عن لاعبين، لا 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 ما نحتاجها. الصندوق فين هو؟ هذا المخرج. اوكي والله شوف بصراحة من شاف الصندوق، يعني انا اللي اعرفه كل منطقة تروحها زي هذه ممكن تلاقي فيها صندوق، تاخذ منه اشياء صراحة تستفيد منها. بس لكن صراحة شوف انا من اليوم قاعد ادور ما شفت اي صندوق، ما في الا ذا الصندوق، يعني زي ما شفت ما في شيء. اوكي ما عندنا حاجة. طيب احنا شباب خلونا نشوف مهمتنا الرئيسية فينها. حركة على السطح بالقرب من جهاز اللاسلكي، يبدو انهم يقوم الابناء المخلصون. اوكي هذه هي المهمة، البث الموجودة في متحف فيو بوينت صراحة من مرة بعيدة، ان شاء الله شباب راح نقدر عليها. لن يستطيعوا طلب التعزيزات، هذه هي فرصتنا. اوكي الحمد لله وصلت مع المهمة حقتنا الرئيسية، هي بالليفل السادس شباب احنا بالرابع، لكن ان شاء الله راح نقدر عليها. الاستيلاء على متحف فيو بوينت ونشر المعلومات التضليلية امر صعب جدا بالنسبة لهم، سيتم التحكم في الاتصالات المرسلة من المبنى والمستلمات من استوديو الانتاج على السطح، وستحتاج الى العثور عليه وتأمينه. خلونا نرجع لهنا. والله شباب لسه بعيدين، سكن مكان عارفين كيف مرة مظبوط. اوكي اوكي خلينا نديهم، والله ما كنت داري انكم قد كذا، الله ياخذكم. هذا طلعوا كثير والله يا مرة كثير، وهذه البداية بس. اوكي اوكي في واحد قرب الله ياخذه، جيلي هنا امزح معاك انا، جيلي هنا. اوكي قتلت الحمد لله، يا ساتر انا قاعد اطلق عليه، هو في شيء هنا مرضي يتحطم، هذا من فين بيجي ده؟ هذا من فين بيجي؟ لا لا مرة ما اتفقنا تجيني هنا، مرة ما اتفقنا تجيني هنا، اطلع اطلع مخيس. اوكي اوكي نهاية الحمد لله،
على فين حبيب على فين؟ انت رايح اي مكان؟ اوكي قتلت واحد الحمد لله. والله شوف من شايف سيف سكن هو طاير. انا قاعد اصيد شيء، انا متاكد ايش هو بس قاعد اصيده. خلنا نجي على هنا 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 هنا. احاول اطرد اخوانا اطرد بدقية سريع. يا سلام نهايته. اوكي هذا سنايبر داي. لا والله سنايبر سنايبر يخرب بيت ابوه. انزل انا بخيس انزل. يا ساتر يا ساتر ما جاري شيء لسه. هلو دور ضرب يا رجال. يا ساتر والله ماني شايفه زين يا شباب. خلو 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 نقرب نقرب. هلو هلو هنا مرة تمام. تعال على هنا على هنا. كذا الحين ان شاء الله راح اصيده. يا السلام هيد شوت هو ذا اللي نبيه. يا ساتر لسه فيه كمان. خلنا طب ارجع لورا. فين ما شايف احد لسه. والله شباب ما ادري فينهم. شكلهم بعيدين. خلونا نقرب شوية. لا 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 سريع سريع. هني هني. اوكي اوكي. بقي واحد هنا. يا ساتر شباب شايفين ذا اللي جاني لين حد مع الشاتجان. والله ذا اكثر واحد ما اطيقه بلعبة ذا ديفيجن. اكثر واحد من الاعداء. راح اللي ابدا ما يعجبني. شنو يخرب بيت ابوه يجيله يجي لين عندك بالشاتجان. اوكي جبته فيه. يا سلام كم طلقة بس. خلنا غير سلاح بما انه قرب. هي 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 كم طلقة بس. اوكي انا هنا. طب هو في شيء هنا؟ والله ما ادري يا شباب. خلنا خلنا نكمل مهمتنا بس. بس خلنا نتاكد هنا ايش فيه. اعداء يدخلون المرأب شرق المدخل الرئيسي وربما تستطيع الدخول بالطريقه نفسها. اوكي اوكي خلنا نكمل طريقنا. نكمل المهمه ذي اللي بس بدايتها صراحه يعني باين عليها ابدا ما هي سهله. انا صراحة شباب يبغالي يعني العب يعني من الحلقة القادمة ابدا العب مهمات جانبية اقوي نفسي بعدين ابدا العب المهمة الرئيسية يعني. ولا صراحة اذا بستمر زي كذا يعني كل مهمة العبها الليفل حقها اعلى من الليفل حقي يعني راح اقدر عليها ممكن بالنهاية بس راح اعاني. عارفين كيف يا شباب؟ عشان كذا صراحة لازم يعني هذه لعبة من الالعاب اللي لازم يعني تجلس انت تلعب لحالك وتقوي الليفل حقك صراحة. إن شاء الله الحلقة القادمة يا شباب تلاقوني بالليفل 5 و 6. إنهم لا يعرفون مع من يعبثون. لنتخفى وننتظر الإشارة ثم نحاصرهم ونقتلهم. أوكي كنا في صندوق هنا ما في شيء. أوكي أوكي خلنا نكمل. الحمد لله حطوا لي من الصندوق ذا. وانه في ذحين حفلة حفلة كبرها كمان. ويلك ويلك شوفوا قديش.
ساتر، في طريقين عندنا. لا هي هي دا دا سريع. يا ساتر طب طب السنايبر قريب يموت، السنايبر قريب يموت. الحمد لله. انتبه انتبه انتبه. لا الا انتم. حشك حشك سريع. الحمد لله انه وقف. شايف ما اقول لكم ذول خس شيء يا شباب، اعرفكم زين، انا اعرفكم زين. شكرا حدك. ما همه اذا انهم ماتوا ولا لا، مزعجين يعني. هم يقولون مكانهم كذا افضل. طيب طيب لازم انتبه. ويلك ويلك هذا فين؟ الله ياخذ ابوك. شيل هيرو. لا الحمد لله الحمد لله انه راح غبي. الدرع سريع. خدت ابوه. انا بكاري ذا مره صعب. سريع سريع سريع. ويلك يخرب بيت ابو المهمة. طيب طيب في عندنا واحد هنا. اطول منهم بعيدين يا شباب، انا بالسليم. اوكي اوكي قتلته. اطلع 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 المخيص اطلع. خلنا نحط رب الدقية ذا. طلقة طلقة يخرب بيتك طلقة بس. يا سلام. خلنا ناخذ الشيء الطيب اللي هنا. اوكي اوكي خلنا نكمل المهمة يا شباب. عبينا الذخيرة حقتنا. ويلك شايفهم شايفهم. طيب طيب خلنا نحط البندقية. طيب طيب اول واحد قتلته. اطلع الثاني اطلع. والله شباب الحمد لله اني قويت مهارة الدرع. احنا شايفين كيف اهم مهارة صراحة نشوفها. ولا كم مدان يعني رحت فيها لو ما قويتها يا شباب. هنا حد اكيد في زيادة، اكيد في اعداء هنا. لا بيجون من هنا. شوفوا هذول الكمة، هذا ما ادري ايش هرجته ذا اللي يجيك كذا اللي فوقه علامة يد. عارفين كيف؟ ما صار له شيء ما صار له شيء. الله ياخذه. والله ما ادري ايش هرجته يا شباب. حيوان ايش بيسوي؟ شرامة ذا، هذا شرامة. لا بسرعة بسرعة اللي هنا اللي هنا بيموت. اطلع المخيس. هي هي بيموت بيموت. اوكي قتلت الحمد لله. والله دام ادري شارجت لين يموت. اوكي اوكي عم ادفع يخرب بيت ابوه. لا هذا رمى قنبله. الله يا موت. الله ياخذك موت. اوكي قتلته. اوكي حق القنابل ذا بس. تبع عبد العزيز يبغى يرمي قنبله دحين. ويلك باقي اثنين. اطلع لي انت سريع. اطلع لي سريع خليني انهيك.
اوكي قرب نهيها. ربنا بيخليها عندي. طيب طيب لسه في لسه في كمان يا ساتر. طيب هو كم واحد قرب. لا لا يرمي لا يرمي. اخ حقنا القنابل هم مزعجين. طيب 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 العبيط جالي هنا اظن مدرع اظن نشوف كذا. اه والله مدرع الحمد لله. واحد واحد جاي هنا كمان. سريع 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 ان شاء الله بندرعه. يا سلام. اوكي اظن باقي البعيد اللي مع الرشاش اللي مع اظن ايوه هذا قوه. على فين على فين؟ لا يقرب اهم شيء لا يقرب. حطه بدرعه. خلينا ندي القنبله. لا انا بقت فيه. حلو حلو يا رجال. خلينا نقتله. يا سلام عليك وعلى شغلك النظيف. هيا. خلاص رجال ما بقول كثير من هي. موت موت الحمد لله. طيب خلنا نكمل طريقنا. رصد متفجرات كهرومغناطيسية. الله متفجرات هنا. سريع سريع السباين ذا تسخين بس. كوكا حق القناب حق القناب يكون غير سلاح. سريع سريع حق القناب اللي بتموت. يا سلام على طولنا هنا. كوكا حتى ذا قريب يموت. سلام والله يا رجال قاعدين نأدبهم تأديب. غير غير سلاح غير سلاح. العبيط ذا جاي لهنا. لا ما عشتك سريع. كذا ممكن اول جولة. معقول هذول هم بس. هيا هيا طيب خلنا نكمل طريقنا. والله انا خايف الرصاص خلص علي. ناخذ الشيء اللي مع ذا. وفي شنطة هنا بس والله ماني شايف شيء. دائما يحطوها لك كذا في مكان صراحة. وما ادري كيف كذا مكان غريب يعني مو سهل تجيبه. فينهم؟ فينهم لسه في كمان. طيب طيب هم اثنين. واحد قريب نقتله. هذا برشاش وذا اللي يروقنا بس. يا سلام على واحد قتلناه. لا حتى راح اقدر اتحط انتبه. اجرب المهارة الثانية ما جربتها ابدا. يا سلام جت فيه. جات فيه الحمد لله. هذا هو. سكت برشاش. لا 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 اللي هو الدرع حقي بيخلص. اوكي الحمد لله رجع.
لا فعلا فعلا لسه فيه. اخترت الحياة الخطأ. والله اني اخترت المكان الخطأ. المفروض ما اتحرك بسرعة، لازم انهي سريع. اطلع اطلع صار علي اخوي من جهة ثانية مشكلة. اوخي ذلك الوضيع بقى اخوي وبس. اي لك اتذكرون ما فعلوا في الاسبوع الماضي؟ طيب في واحد اظن هنا. فينك؟ اطلع. لا اللي من هنا سريع سريع سريع. اوكي قفلت الحمد لله. تمدرع لا مدرع الحمد لله. السلام. اوكي باقي اللي هناك بس. عشك سريع. خربت ابوك موت. استغرب كيف ما جاله ضرر كبير الى الان. يوه كذا. يخرب بيتك انت، ما انت قاعد يجيك ضرر. كم ضربه بس. لا حطمني في درع الله ياخذه. الدرع راح يرجع كذا. والله اظن لازم ادي نفسي. لا الحمد لله حركه مره حلوه بسوفت. شكرا. سكن رصاص. والله ما بقي رصاص كثير. اوكي في هنا زي الضخيرة الحمد لله. احنا زي ما انتم شايفين منا مرة بعدين عن الليفل الخامس يا شباب. هل تظن حقا انني بجنك خدمة امريكا؟ لا تصدقه. طيب هنا باين فيه باين فيه اعداء هنا يا شباب، راح نواجههم. احي هذول كم. خلينا نشوف. طيب اهم واحد لازم اقتله ذا. اوكي اوكي نقصت منه كثير. طيب 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 هذا قريب يموت. سريع 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 سريع. لا والله حالتي صعبة. خلنا خلنا نرجع لهنا. كان خايف احد يجي من الجهه ذي. خلاص كذا انا بالسليم هنا ان شاء الله. شوف 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 ذا الذكي. شوف شوف الذكي ذا. تعال انا مخيس تعال. ابيه ابيه. سلام. قريب انهي قريب انهي. كذا مات. لازم انتبه من النوع اللي يجيك لين حدك. اوكي قتلت وضح. هذا ابن الذين هذا. اوكي اوكي ثاني ثاني ثاني. احي وسنايبر كمان. الحمد لله اني لحقت. لا لا في واحد جاي. خليني احط المدفع حقي. ويلك في واحد مدرع الله ياخذه. والله ثاني مدرع المشكلة. هذا مدرع كمان. لا ياخذ ابوك يا شيخ. الحمد لله. تعال
قرب لو فيك خير المخيس قرب. اطرح اطبالك انت ان شاء الله اخر شيء. اطلع اطلع اطلع. كيف اقول لك كم ضرب الله يا اخي. يا ساتر استرع المهمة. هي هي اطلع انت الله يا اخي لا تنقل كثير. انا مو جاي انا مو جاي مو جاي. الله يا اخي ذكر سنايبر. طيب طيب خلنا نرجع لهنا. اخيرا ذا مات. التفوا حوله. شوف اللعيب ايش يقول كذا مره غلط. لازم نتقدم في الجهه الثانيه. والله السنايبر لازم ننتبه منه. خلنا نحط السلاح ذا. اوكي اعتقد باقي بس اللي قدام يا رجال. يا سلام نهيته. فين السنايبر فين؟ اظن حطمت له الدرع الاول. فين فين فين؟ لك هو. اوكي بقول الدرع الثاني بس. سريع سريع سريع. فين فين لا يجي من هنا. اوكي اوكي قرب من هي. والله ما جت فيه. الله يا اخي هذا لا يجي ذا. هذا لا يقرب. عزيز التابع هذا خليه اخر شيء. اوكي اوكي سنايبر قريب يموت. طلقة بس. يا سلام تعال انت هيا. اوكي باقي ذا يا رجال. طيب حطمنا تقريبا نص الدرع. لا انتبه لازم انتبه. اطلع اطلع يا مخيس اطلع. يا سلام اديه. يعني خلوني احط الدرع بس. اظن الدرع حقه خلص. خلنا نرجع لهنا. يا ابن الذين هيا. هذا هو هذا هو هذا هو. اوكي هو دحين مكشوف. طيب ارجع حطمت له الدرع حقه. خلنا خلنا نغير السلاح. انا خايف من هنا يا شباب. اوكي قوت رجعت. سريع. الحمد لله انا هنا والدرع حقي رجع. انا عشان معي اخر ابره يا شباب ما ابغى استخدمها خلاص. عشان ايش؟
نستخدمها قدام ان شاء الله. اوكي خلينا نكمل طريقنا على فوق على ما اعتقد. خلينا نعبي الذخيرة حقتنا. والله صراحة شوف المهمة إلى الآن مرة صعبة، بس أنا خلاص بينا قررنا نختمها. اذهب ارحل من هنا. فيرو ده لازم تساعده. ويت، كان سيكون رائعا لو أمسكناه، لكنه ليس هدفنا. اذهب إلى الاستوديو التلفاز واقطع الاتصال عنهم. طيب كيف أقطع الاتصال عنه؟ لازم أطلع لفوق. أنا المكان هنا. أها خلاص بدنا نفتح من هنا. حلو حلو. والله اللي كان يكلم هذاك الشباب مدري فينه. طيب ممكن باين آخر جولة. أحقق من هذا. من عندنا هنا؟ هذا حقة قنابل أعرفها من صوتها. والله مي حقة قنابل. من في كمان؟ طيب هذيك حقت قنابل. وي لكهم كثير. ادري القنبله يوصلها لنا هناك. يا السلام نهيناها. اوكي يا رجال بدايه حلوه. سيبك من البعيد سيبك من البعيد. اوكي الحمد لله نهيناه. هديه هديه. يا السلام المدفع الرشاش. والله قاعد تساعده بشكل كبير. سريع لهناك يموت. يا الله والله يا شباب ما احب لما واحد مره خلاص ما بقي له كثير. لساته عايش. هذاك ما بقي له شيء. سريع عشك خلينا ننهيه. هي اطلع اطلع يا ابن الذين اطلع. اوكي قتلته. لا اللي فوق الله ياخذك. فين انا شاب حق شادقار الله ياخذك. سريع سريع سريع. معز نفسي الله ياخذه. شوف كم طالع. سحقا انه يتعافى. طيب تمام قتلته بس ما بقي معايا اي ابره. طيب في واحد هنا ان شاء الله بديت ابته. انا والله ما جت سي. اخ يا اختك والله جاي في مكان ذا اللي فوق. طيب تبغى ادرس من البندقيه. هذا هو شفته شفته. على فين على فين انا مخيس على فين. حتموت يعني حتموت. ابلع المخيس ابلع. ان قمت باعاده ضبطها سنغلق الطريق امام الابناء المخلصين ويمكننا السيطره على القنوات. طيب طيب خلينا نروح المكان المطلوب. يا سلام اخذنا ايبر. الاسعافات الحمد لله. بالقرب من الوحدة وتأكد من عملية إعادة لا. الضبط. لا والله دي خس يا شباب اللي دافع. فين موافق. سلسل سلسل سلسل. لا رمت قنبلة. والله قاعد يجي من كل مكان الله ياخذ. طيب فوق هنا. طيب ما في حد ورايا الحمد لله. سريع 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 قريب يموت. اطلع اطلع
اطلع الله ياخذك. طيب طب احد يجيب من هنا يا صاحب السفيه. اوكي قتلتها الحمد لله. احد قريب ما ادري فينه. يهديه لا فين فين الله ياخذه. حق الشوت جان جاني وما شفته. طيب طب هذول هم لا هذا مدرع الله ياخذه. اوكي نهيته نهيته. كان ذلك اللي وقعت بك. لا والله يا حفلة يا كبرها. انا راح ندس هنا خلنا ندس هنا. لا قريب الموت الله ياخذ. خربت ارض المهمة تمشي فينا رجال. قطع عندهم الحمد لله. يا سلام ان شاء الله كان الاخير. والله الحمد لله ديرة ما تقبل جت فيه. ولن يعلم الابناء المخلصون بهذا. رصد تذبذبات في القوة الداخلية. منشآت الاتصالات غير متصلة. ما هذا المطلوب؟ أعداء على السطح يضعون أجهزة تشويش كهرومغناطيسي حول حاملة جهاز اللاسلكي. إنه وايد يخرب حامل جهاز اللاسلكي. بدونه لن يبث أحد من فيو بوينت. اذهب إلى السطح امنعهم من تدمير حامل اللاسلكي. طيب طب الحامل اللاسلكي بس نروح نساعد بسرعة يا رجال. ويلك المهمة والله يا شباب مرة صعبة بس قادرين عليها قادرين عليها إن شاء الله يا رجال. كمل نعبي الذخيرة حقتي. يستخدم ويد أجهزة للتشويش. تخلصوا منها قبل أن تدمر حاملة جهاز اللاسلكي. طيب نحتاج ندمر شباب الأجهزة حق التشويش. اوكي عندنا أول وحدة هنا. هلو الله يخلق كفانا هلو بترك القنبلة. لن تستخدم تقنية SHP طالما كان المشوش فعال. دمرها. سريع 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 القنبلة. هذا مفهوم. والله لازم نعجل يا شباب على حسب كلامه. الأجهزة لازم ندمرها ندمرها بسرعة كمان. القنبلة عنده الحمد لله. بس كم واحد هنا. هيا اوكي المشكلة في واحد اظنه تحت من الاجهزة. طيب 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 صدقني عارف. طيب هي عشق سريع. بسرعة 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 سريع. كيف هذا قريب؟ طب ما صار له شيء ذا. تحرك سريع. هل يعجبك هذا؟ تبا يهاجموننا من الجانب. هي هي هيكل الجهاز سليم بنسبة 25%. نروح للي تحت هنا يا شباب. لن يتحمل اللاسلكي ضربة أخرى. اوكي بقي لي آخر جهاز.
الأوامر تصدر منك الآن. صح صح. استمر يا جنوب الجيش، إنها هدفك. لا. اوكي بس سريع. اوكي اخر واحد. يا سلام. ابتعدوا عن هذا المكان. هاجمهم من الخلف. اوكي كذا احنا اظن كل اللي عليه بس اقضى عليهم يا شباب. احنا سريع. وقت الجاه علي تبديل المخزن. سأغطيه. ابتعد عني. يا السلام الحمد لله جيت في مكان مظبوط. اوكي القنبلة بعيدة الحمد لله. نهاية ذاك اللي هناك باقي بس كم واحد رجال. يا ساتر هذا الزعيم، هذا الزعيم الله ياخذ ابوه. اوكي معاه واحد حق نابل هنا. لا انتبه. قرابي. اوكي ان شاء الله بس حلو ده بس. والله احنا مطولين معاه الله ياخذ. أنا شايف زين المشكلة عارف كيف. كيف كان لازم أغيره. هديه هديه لا ترحمه. أوكي هو اللي قرب مني، هو لو قرب مني مصيبة. سلام عليك حبيب الرصاص. لا 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 هذه بزرة، هذه بزرة اعداء زيادة يجون. الله ياخذ كتو كتبت. الله رمتها. تخبط القبلة اهم شيء. قتلتها. وقت الثاني بس اللي هنا. والله حشكيني حشك الله ياخذها. اوكي نهاية الحمد لله. اوكي ذا بس. اوكي الحمد لله صرت هذه معايا. خلينا نقرب خلينا نقرب. ناخذ رسحة فردية. تعال مخيس تعال تشرد. اوكي جا الله يا اخي جا.
اوكي جات فيه الحمد لله. ما بقوله كثير ما بقوله كثير. نرمي على القنبلة. سلام جات فيه. لا لا والله سقوها بالمهمة دي. لازم نتبع لازم نتبع حقين القراب الجو. يا سلام نهيته. والله مهمة يا شباب مرة السم. اوكي انا وذا بس رجعنا من جديد. سلسلة العلي هنا الحمد لله حطوا الاسعافات. انهيه يا سلام الحمد لله. يخرب بيت ابو المهمه. والله يا شباب اصحاب المهمه لعبتونا لا في تنسيق قواتهم بمجرد اصلاح حمله اللاسلكي سنوسع نطاق بثنا الخاص. الحمد لله وصلنا للليفر الخامس. طيب يا شباب كنت وصلنا نهايه حلقتنا. الله يعطيكم العافيه شباب على المشاهده. زي ما شفت المهمه الاخيره صراحه كانت صعبه بس لكن الحمد لله قدرنا عليها. اتمنى شباب ما تنسوا تضغطوا زر اللايك والسبسكرايب دعم اخوكم. وأنا بإذن الله يا شباب أشوفكم في الحلقات القادمة. في أمان الله يا شباب. I'm out. Peace.